انا بشتغل في مجال الاغذيه والمشروبات ونفسي اكبر واحقق حلمي واخد بوزيشن كبير، بالذات لو انا شيف مثلا وعايز ابقى شيف ديبارتي او ابقى اكزيكتيف شيف واخد بوزيشن عالي. كل اللي عليك تعمله واللي انا قلته قبل كده، انك لازم تكون متابع جيد لكل اللي بيحصل حواليك، وعشان تكون متابع جيد لازم تشترك في جمعيات الطهاء اللي موجوده في البلد اللي انت فيها واللي تابعه للورلد شيف. يعني لو انت في الامارات لازم تكون عضو من جمعيه الطهاء الاماراتيه، بتحضر الميتنج الشهري اللي بيحصل لكل الشيفات، بتقابل شيفات محترفين، بتقابل سبلايرز، بتعرف على خامات جديده، بتعرف كل الجديد في عالم المطابخ وفي عالم الاغذيه والمشروبات. كمان عن طريق الجمعيه دي انت هتقدر تشترك في المسابقات المعتمده اللي بتتم مثلا في دوله الامارات، زي مسابقه الطهي اللي بتتم في معرض سيال الشرق الاوسط في ابو ظبي، وزي اللي بتتم في الجلف فود، وزي اللي في اكسبو الشارقه. هتقدر تخش المسابقات، ومن خلال المسابقات دي هتقدر تتعرف على حاجات كتيره قوي وتطور من مهاراتك وتنمي مهاراتك، وتقدر كمان ان انت تعرف اخطائك من حكام معتمدين. مش شرط انك تكسب من اول مره، بس هتستفاد وهتعرف ايه اخطائك عشان تصلحها عشان تكسب بعد كده، وكمان تتعرف على كل الجديد فيها. كمان في مسابقه بتحصل كل سنتين عن طريق الورلد شيف عالميه، بتكون كل سنتين في بلد معينه. السنه دي موجوده في الامارات في ابو ظبي في عام 22، فلازم كمان تسجل وتحضر المسابقه دي. حتى لو انت ما حضرتهاش لازم تروح وتزور وتعرف ايه اللي بيحصل وتتعلم. كمان المعارض اللي بتحصل اللي خاصه بالاغذيه والمشروبات، سواء كانت معارض سواء كانت منتديات مؤتمرات، كل ده لازم تزوره وتشوفه وتكون متابع جيد بيها. اسعى واجتهد وروح ودور وشوف ايه اللي بيحصل حواليك، وخليك مع الشيفات اللي بره، وعيش في المجتمع ده والكوميونتي ده عشان تعدي وتكبر ان شاء الله. شكرا.